السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتقت إليكم صغار الأعزاء، أهلا بكم معي في مكون جديد وهو مكون القرآن. سورة اليوم إن شاء الله هي سورة الغاشية، سنتطرق إلى الآية الأولى منها وهي من الآية 1 إلى الآية 16. أولا، سورة الغاشية هي سورة مكية، أي أنها نزلت بمكة المكرمة. عدد آياتها 26 آية، وكما سبق أن قلت لكم سنتطرق إلى الآيات 16 الأولى. تابعوا معي صغار الأعزاء. أول ما سأقوم به هو قراءة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. صدق الله العظيم. بعد أن أنهيت قراءتي لهذه الآيات، سأمر الآن إلى تفسيرها لكم كي تستوعبوها جيدا، فأنصتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هل أتاه نبأ يوم القيامة وأهواله المخيفة. وجوه يومئذ خاشعة، لأن وجوه الكفار الذين قاموا بأعمال سيئة ستكون ذليلة من أثر الفضيحة. عاملة ناصبة، أي أنها في هذا اليوم ستكون مستمرة في العذاب والمشقة. شديدة الحرارة، والعياذ بالله. تسقى من عين آنية، أي أن هؤلاء الكفار سيشربون من ماء شديد الحرارة. ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي أنهم لا يأكلون إلا الشوك والطعام السيء الذي لا يستطيع أحدا أن يأكله. لا يسمن ولا يغني من جوع، أي أن هذا الأكل الذي سيكون عندهم لا يشبع البدن ولا يطرد الجوع. وجوه يومئذ ناعمة، هذه الوجوه بطبيعة الحال فهي وجوه المؤمنين، وجوه جميلة ذات بهجة ونضارة. لسعيها راضية، أي أنها راضية بما قدمته من أعمال صالحة في الدنيا كالزكاة والصدقة والصلاة إلى غيرها من الأعمال الصالحة.
في جنة عالية، أي أن هؤلاء سيكونون في مكانة كبيرة من الكرامة والنعيم جزاء بما قاموا به في الدنيا. لا تسمع فيها لاغية، هذا المكان الذي سيجازيهم الله به لا يوجد فيه كلاما باطل أو محرم. فيها عين جارية، لأنه سيوجد فيها جميع الأشربة اللذيذة المتوفرة في الدنيا والتي لم يسبق لهم أن رأوها أيضا. فيها سرر مرفوعة، لأن هذه السرر الموجودة ستكون عالية جدا. وأكواب موضوعة، ويقصد بها الأباريق والأواني المنظمة. ونمارق مصفوفة، وهي الوسائد المرتبة والتي توجد واحدة إلى جانب الأخرى. وزرابي مبثوثة، فالزربية هي البساط، ويعني أن الزرابي موجودة بكثرة. وهذا سيكون جزاء المؤمنين. بعد أن اطلعتم تلاميذي الصغار على معنى هذه الآيات، أطلب منكم أن تحفظوها جيدا كي نستظهرها في موعد لاحق إن شاء الله. والآن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في آيات مقبلة إن شاء الله.